خمس دقائق من الموت حوالي 15 دقائق من الموت تقريبا تذكرنا دلنا تعاونية خدماتية في إطار المشاريع المخطط الأخضر اللي تعطينا واحد دفعة باش الشباب ديالنا ديال المنطقة يشتغلوا في إطار هاد سميتو هاد الدعم اللي عطاتنا وزارة الفلاحة على شكل معدات فلاحية اللي غتساهم في خدمة ديال اللوز في منطقة أكنول وغتعطينا فرصة باش نخدموا ليد العاملة الشباب ونساهموا في حد من البطالة وفي المناطق الهشة. وإحنا كشباب كنتمنوا الصراحة كنتمنوا المزيد من هاد الجهات المسؤولة باش تدعم هاد الشباب باش نحاربوا البطالة ونتمنوا التوفيق لجميع الفلاحة والتعاونيات والتنظيمات المهنية. الحمد لله كاين مشاريع جد مهمة ديال المخطط المغرب الأخضر في المنطقة تقريبا 120 ألف هكتار اللي هي التغصات ديال الأشجار المثمرة ومازال 36 ألف هكتار اللي هي في طور الغرس إن شاء الله من هنا 2021 غادي تكمل في إقليم ديال تازة اللي احنا فيه وصلنا تقريبا 46 ألف هكتار اللي هي مغروسة وعندنا واحد الأمل إن شاء الله من هنا 2021 باش غادي نوصلوا تقريبا 64 ألف هكتار اللي غادي تغرس فيها الزيتون فيها اللوز فيها الأشجار المثمرة وهذه كلها يعني منتوجات جد مهمة ذات قيمة مضافة كتهم الفلاح الصغير في إطار الدعم الثانية وهذا شيء جد مهم لأن كيحسن المدخول ديال الفلاح وكذلك أنه كما كتشوفوا كنواكبوه بواحد العدد ديال المعدات باش يكون عنده الإمكانيات باش يمكن يسوق المنتوجات ديالو في أحسن الظروف كما أنها هذه مناسبة للاطلاع على ما يعني الاستثمارات المهمة اللي كتقوم بها الدولة المغربية في إطار يعني برامج ديال الفوارق الاجتماعية واحد العدد ديال الطرق غادي نشوفوا احنا شفنا الطريق ديال تقريبا أكثر من 6 كيلومتر اللي هي في طور إنجاز كذلك الدوار اللي هو تخلي الماء ديال 2000 ديال الناس والمعرض ديال الذوق وديال التذوق اللي هو جد مهم بلادنا الحمد لله كتصغر من المنتوجات ديال الأعشاب اللي هي جد مهمة البرودوي ديال البام احنا عندنا تقريبا في المرتبة 12 في العالم ديال هذه المنتوجات 52 ألف طن اللي هي البلاد ديالنا كتنتجها في الأعشاب كذلك 5000 طن تقريبا 5 مليون ديال ليترو ديال الزيوت الأساسية اللي هي كتوجه لواحد العدد ديال المصادر ديال التصدير اللي لها الأهمية ديالها كل هذا كيبين نشاط فلاحي وارتباطه بالعالم القروي أهمية عند الدولة المغربية وعند صاحب جلالة ديال العالم القروي وديال الاستثمار في داخل العالم القروي وشكرا